إذا تكمل في تشابتر 3، اليوم راح نتعلم يا جماعة الكوست للاليو فاكتورايزيشن كميثود بستخدمها في حل اللينير سيستم AX تساوي B. المحاضرة اللي فاتت أعطينا نبذة عن الاليو فاكتورايزيشن كميثود. قلنا هاي الميثود شو بتعمل؟ تروح على الماتريكس كوفيشنت A وبعملها فاكتورايزيشن. شو بعملها؟ فاكتورايزيشن يعني بقدر أكتبها على حصر ضرب 2 matrices. أول واحدة اسمها L اللي هي lower triangular matrix. هاي lower triangular matrix بتكون هون أصفار وهي هون الدياجونال وهون الأرقام. والماتريكس الثانية اللي هي الأبر. الأبر triangular matrix بتكون بالعكس، هون أصفار وهون الأرقام. هلأ إذن عشان أحل سيستم باستخدام الاليو فاكتورايزيشن بلزمني أول إيش أعرف الكوست، التكلفة لتحويل A لاليو عشان أعمل فاكتورايزيشن. الاليو نشوف كديش بكلف كوست. هلا بعد ما نعمل هاي الخطوة بيجي بروح بأفرض إن Y تساوي U في X، وبهاي الحالة السيستم تبعنا AX تساوي B. كيف بصير شكله؟ بيجي بحكي محل الـ A بحط محلها الـ Alio Factorization، هيها محل الـ A، وأنا بعرف إن U في X، هيها U في X بعرف إنها اسمها Y فبحط Y. هلأ أول حاجة بحصل على هذا السيستم. هل هذا السيستم أول إيش بحل باستخدام الـ Forward Substitution. Forward Substitution عكس الـ Backward Substitution. الـ Backward Substitution من هون لهون هاي اسمها Backward، بس الفورورد سبستيتيوشن بتبلش من فوق وبتنزل تحت فهي اسمها فورورد. فالفكره هون انه اول ايش بحل السيستم ال واي بيساوي بي باستخدام الفورورد سبستيتيوشن، فبدنا نشوف كيف التكلفه للفورورد سبستيتيوشن، وبطلع ايش المجاهيل اللي هي ايش الفيكتور واي. هذا هو المجهول، بس اطلع الفيكتور واي بيجي بحطه هون، بس احطه هون بيطلع معي هذا السيستم. فهذا السيستم بيكون upper triangular فبحل باستخدام الباكورد سبستيتيوشن. فمطلوب مني اعرف الكوست. الباكورد سبستيتيوشن نحن بنعرف الكوست لإله من المحاضره اللي فاتت اللي هو n تربيع. الفورورد سبستيتيوشن رح نكتشف انه هو عباره عن n تربيع ناقص n، وبضل علينا نعمل نشوف قديش الكوست للفاكتورايزيشن للماتريكس A كيف نكتبها حصل ضرب L في U. فبيسكلي هذا هو التكنيك اللي بدنا نتعلمه اليوم، وبالتالي راح نكتشف مع نهاية درس اليوم انه الكوست للاليو فاكتورايزيشن ميثود راح يطلع نفس الكوست للجاوسن اليمينيشن. وبالتالي هذول التو ميثودز هم افضل شيء لان الكوست لهم تقريبا راح يكون اقل شيء مقارنة مع الميثود الاخرى. فناخذ مثال من خلال نطبق على الاليو فاكتورايزيشن. على فرض انه انا في عندي هنا سيستم 3 في 3. لاحظ انه هذا السيستم الثلاث في ثلاث في عندك ثلاث معادلات وفي عندك ثلاث مجاهيل. هاي المجهول الاول، المجهول الثاني، المجهول الثالث. اذا هون بقدر استنتج على السريع انه نحن بنحكي عن n تساوي ثلاث، يعني السيستم اللي عندي هون ثلاث في ثلاث. هلا السؤال بحكي لنا نستخدم الاليو فاكتورايزيشن عشان نحل هذا اللينير سيستم. اذا هذا السؤال الفرع الاولاني هو لينير، والفرع الثاني هو نيوميريكال. فايند ذا كوست اوف ذيس ميثود. عشان هيك احنا في كل خطوة بنشوف كديش بكلفنا حتى في الاخر ايش نطلع حلين الفرع الثاني. اوكي، اول ايش بروح على الماتريكس كوفيشن. عندي المعادلات مرتبة بهي الصورة. اذا الماتريكس كوفيشن راح تكون 4 سالب 2 1، هي A، بكتب المصفوفة A زي ما تشايفين المعاملات، والكونستانت فيكتور هي. هلا بدي اروح اكتب A على شكل حاصل ضرب L في U. فالفكرة هون انه انا بدي اروح هلا اسفر، بيجي على المصفوفة A بدي أسفر اللي تحت الدياجونال. تمام؟ سو أنا عندي هذا هو الدياجونال، هذا هو إيش؟ الدياجونال. فأنا بدي أروح إيش؟ أسفر اللي تحت الدياجونال. فبدي أروح أطلع هلا أول إيش؟ تو ملتبلايرز، ملتبلايرز تاع 2 1 والملتبلايرز تاع 3 1. بعدين إيش بنطلع الملتبلايرز؟ الملتبلاير تبع يعني اللي هو 3 2.
فالمالتبلاير 2-1، يعني للمدخل اللي ساكنه في الصف الثاني في العمود الاول، بروح بقسم سالب 2 على ايش؟ على الاربعه، تقسيم مباشر. هي سالب 2 تقسيم 4 بطلع سالب ايش؟ سالب نص. لاحظوا انه هون نحن بحاجه لعمليه قسمه، وبالتالي بروح بطلع على المالتبلاير للمدخل 3-1، بطلع بقسم الواحد على الاربعه زي ما انتم شايفين، بطلع معنا ربع. فهي الخطوه اللي هي ستيب 1 عشان اصفر اللي تحت الاربعه، بلزمك عمليتين قسمه اللي هم للملتبلاير، قسمنا مرتين هون. هلا بعدها شو بدي راح اسوي؟ هلا بعدها بدي اشتغل كالتالي. لاحظوا انه انا هلا هذول بصفوا، هلا هذول بصيروا اصفار. لاحظوا هاي صاروا اصفار. هلا الشغل وين بصفي هلا؟ الشغل بصفي انه انا بدي اروح اشوف هذول الاربع ارقام شو بصير فيهم، اللي هم صفين وعمودين. هيهم صفين وعمودين، صفين وعمودين. معناته انا بدي اروح اطبق هلا الرو اوبريشنز الجاوزيان، يعني تبعون الرو اوبريشن، وبالتالي راح نستنتج التالي انه لما نطبق على الصف الثاني الرو اوبريشنز، فبدي نطبق انه ار2 ناقص ام21 في ار1، بس ام21 سالب، فسالب السالب بصير موجب عشان اصفر السالب 2. نفس الحاجه لما اطبق على الصف الثالث، بدي اطبق اللي هو ار3 اللي هو الصف الثالث ناقص ام31 في ار1، تطبيق مباشر. معناته انا بلزمك لكل رقم هون بلزمك له عمليه ضرب وعمليه جمع. اذا هون بدك عمليه ضرب وعمليه جمع، نفس الحاجه هون، نفس الحاجه هون، نفس الحاجه هون، لانه انا في عندي هون صفين وعمودين بشتغل عليهم. فعندك هون بالنسبه لجمع وطرح، في عندك هون في عندي اربع ارقام، معناته بلزمك اربع عمليات جمع وطرح. بالنسبه للضرب نفس الحاجه، لانه كل مدخله بتلزمك فيها عمليه ضرب واحده، نفس الحاجه، فبتلك بدك ضرب نفس الشيء 2 في 2. اوكي. بعدين ايش؟ بنحصل على هاي المصفوفه. هلا بضل علي اصفر ايش؟ بضل علي اصفر المدخله 3 2، بروح بطلع لها ايش؟ المالتبلاير لهي الخانه. فالمالتبلاير بقسمها على البايفوت، طبعا البايفوت هون بصير ايش؟ سالب 2.5، فالبايفوت عندي سالب 2.5، هون كان البايفوت 4. هلا هون البايفوت سالب 2.5، بنقسمهم بيطلع الجواب سالب نص. لاحظوا انه هون بس بلزمك عمليه قسمه واحده، لانه بدي اطلع مالتبلاير واحد، فعمليه قسمه واحده فقط بتلزم. يعني لاحظوا هون عمالي بصير انقص واحد واحد، لاحظوا نقص واحد من هذول كلياتهم تحصل على هاي العلاقه. هلا لما طلعنا المالتبلاير بضل عليك فقط بدك تشتغل على هاي الخانه، هاي الخانه اللي هون بدها عمليه ضرب واحده وبدها عمليه طرح واحده، عشان هيك واحد في واحد. المهم وصلنا لايش؟ للمصفوفه يو، يعني كتبناها على شكل ابر. فهلا النقطه المهمه جدا، تقريبا خلصنا، عرفنا كيف طلعنا يو يا جماعه، بس يعني بدي اسفر اللي تحت الدياجونال، هي صفرت اللي تحت الدياجونال، فصارت يو جاهزه. طب شو ضل علي هلا؟ ضل علي اجيب ال، ال في لها قانون. بتيجي بتكتب ال بهي الصوره، هيها ال، هاي المصفوفه ال، بتغلبش. هي عندك لور كل هذول اصفار، الدياجونال كل واحد، واللي تحت الدياجونال اللي هم عباره عن المالتبلايرز ام21 ام31 ام32، تطبيق مباشر هيهم طلعناهم قبل شوي. ف ال بتطلع جاهزه على السريع. ف اذا عمليه الاليو فاكتورايزيشن، عمليه الاليو فاكتور، الاليو فاكتورايزيشن التكلفه لها هي انك تحول المصفوفه A ل U، كويس؟ فاذا شايفين كيف الكوست للاليو فاكتورايزيشن بكل بساطه، اذا بدك تحسب الكوست هلا بنروح نجمع الخطوات تبعتنا. شو هن الخطوات تبعتنا؟ هي في عندنا في ستيب 1 في عندنا عمليتين قسمه، اثنين قسمه، وفي ضرب اربعه وطرح اربعه، هي 4 و4 8 و2 10، 10 بيجيك 1 بصير 11، 12 13، هي الكوست تبعنا كلياته. اذا الكوست تبعنا عشان نحول مصفوفه 3 في 3 لحاصل ضرب ال في يو، اذا الكوست هو عباره عن 13 عمليه حسابيه بالزمن. هلا هذا ال 13 في له قانون بشكل عام، اللي هو القانون كالتالي: 4 ان تكعيب ناقص 3 ان تربيع ناقص ان على 6، واعوض احنا عندنا ان هون 3 في 3. المصفوفه اللي بنشتغل عليها هي عباره عن مصفوفه 3 في 3، بتقدر تعوض 3 هون بيطلع الجواب معك 13 على السريع، يعني لو بدي اسال سؤال يعني.
لو انا اصلا عندي مصروفه مثلا السيستم اللي عندي هون لو انه مثلا 4 في 4 ومطلوب مني اشوف قديش بكلف اعمل المصروف ايه على شكل حاصل ضرب ال في يو، بس بيجي هون وبعوض محل ان 4 تعويض مباشر وبطلع معي الجواب. اذا لحد الان اللي سويناه احنا طلعنا الكوست لاول خطوه اللي هي كيف اكتب ايه على شكل حاصل ضرب ال في يو. فبنتاكد انه الجميع متابع معي. تمام، اذا هلا حولنا المصروف A لحاصل ضرب L في U. هلا حسب الخطة اللي بدنا نشتغل عليها، فالخطة هون الأولى جاهزة إنه هي كتبت A على شكل حاصل L في U وعرفنا كديش الكوست بشكل عام لتحويل أي ماتريكس، no problem. هلا الخطوة الثانية بدي أروح أحل أجيب المصروف L وأضربها في Y تساوي B عشان أطلع Y، والحل هون باستخدام forward substitution. فخلينا نشوف كيف ال هاي بدي احل السيستم. هلا ال واي يساوي بي، بجيب ال ال هاي هال ال حصلت عليها قبل شوي هيها، والمجاهيل هلا عندي هون واي 1 واي 2 واي 3 وهي يعني انا كتبت الاوجمنتد ماتريكس هاي وهي الفيكتور بي نفسه. لاحظوا هون بدي احل بالفورورد سبستيتيوشن، يعني بدي ابلش اطلع واي 1. لاحظوا انه واي 1 على السريع تساوي 1، واي 1 تساوي 1، بعدين واي 2 لاحظ انه واي 2 بس بدها تساوي، طبعا هاي المعادله كيف بدك تقرا المعادله هاي اللي هون، هاي المعادله عباره عن سالب نص y1 زائد y2 تساوي 6، معناته y2 تساوي 6 زائد نص. هاي على السريع. طيب المعادله الثالثه عندك y3، يعني هاي المعادله كيف بتقراها؟ بتقراها ربع y1 ناقص نص y2 زائد y3 يساوي 14، معناته y3 تساوي 14 ناقص اللي هي نص y2، لما تحول النص على الطرف الثاني بصير موجب، هي هون نصف y2 وهي y2 محلها، وناقص ربع y1 هي ناقص ربع y1، وبطلع الجواب معنا 17. هلا اللي بدي اياكم تفهموه وتركزوا معي فيه انه في الفورورد سبستيتيوشن معامل y1 واحد، معامل y2 واحد، معامل y3 واحد، لانه دائما الدياجونال بيكون واحد، وبالتالي بلزمش اقسم على معامل y1، بلزمش اقسم على معامل y2، ما بلزم اقسم على معامل y3. معناته الكوست للفورورد رح يطلع معك نفس الكوست للباكورد، بس بدك تنقص عمليات القسم اللي عددهم n، وبالتالي الكوست للفورورد راح يطلع معك ان تربيع ناقص الدياجونال اللي هو ان. ف او انك تستنتج استنتاج من الكوست من هون، يعني لاحظوا انه فيش عندي ولا عمليه تقسيم، ما قسمنا من مره، كل اللي عندنا جمع وطرح وضرب. لاحظ انه في عندك هون جمع واحد وطرح وجمع صاروا ثلاث، والضرب واحد اثنين ثلاث، هي ثلاث نجمعهم بيطلع الكوست ستة. هلا الكوست 6 ممكن استنتج انه هو عباره عن ان تربيع ناقص ان، وانا عندي ان 3 فبطلع الجواب على السريع. فهي ملاحظه مهمه جدا بخصوص الكوست للفورورد. شو علاقه الكوست للفورورد سبستيوشن بالباكورد؟ الباكورد راح نشوف هلا، هي احنا حلينا هلا وطلعنا الفيكتور واي جاهز. هلا بعد ما طلع الفيكتور واي القاعده شو بتقول لك؟ اوكي بس تطلع واي باستخدام الفورورد، روح طلع اكس السوليوشن تبعنا اكس هيو المجهول اصلا يعني باستخدام هلا الباكورد، وحط هنا واي. هلا طبعا بدي اتعامل مع اليو هلا الابر، بدي اكتب هاي المعادله. شو بيجي بعمل هلا؟ بيجي هلا بيجي بكتب هي يو اكس تساوي واي. يو انا اوريدي عرفتها اللي هي من هون، شايفين كيف هيها طلعنا يو مع بعض باستخدام الرو اوبريشنز، والمجاهيل هلا x1 x2 x3، والفيكتور y اللي طلعناه هي y1 y2 y3 بحطهم هون. هاي هي طريقه الاليو فاكتورايزيشن. هلا لاحظوا انه 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 انا حصلت على ايش؟ على upper augmented. بقدر احلها هلا باستخدام الباكورد سبستيوشن، وبالتالي بروح على، لاحظوا انه هون بلزم تقسم وهون بلزم تقسم وهون بلزم تقسم، لان المعاملات مش واحد، وبالتالي هون الكوست زي ما اتفقنا هو عباره عن ان تربيع. فأنا بدي ثلاث عمليات قسمة، واحد اثنين ثلاث، بدي ثلاث عمليات ضرب، واحدة اثنتين ثلاث، بدي ثلاث عمليات طرح، واحدة اثنتين ثلاث. فهذا هو الموجود هون. إذا المجموع هو تسعة، وتسعة ممكن أحصل عليها بيسكلي من عند الكوست للباكورد سبستيوشن اللي هو ان تربيع، وبالتالي بيطلع الجواب تسعة. إذا
هاي انا حليت السيستم، انا هدفي كان ايش؟ احل السيستم، فبطلع السوليوشن للسيستم اكس 3 2 اكس 2 1 واكس 1 0. هلا لو نجي على التوتال كوست، شو هو التوتال كوست؟ اول ايش في عندنا 13 عمليه حسابيه تبعت الاليو فاكتورايزيشن، هيها لما حولنا A لحاصل ضرب L في U طلع معنا الكوست 13. هي اذا التوتال كوست 13، هاي 13، بعدين شجعنا كمان 6 من الفورورد وكمان 9 من الباكورد، فصار المجموع قديش؟ 28. اذا بعطيك هلا ملاحظه من خلالها تستنتج بشكل عام اذا بدك تحل اني لينير سيستم ان باي ان باستخدام الاليو فاكتورايزيشن، بدك تنتبه لثلاث شغلات. بدك تطلع الكوست عشان تحول A لألف U، بعدين بدك تطلع الكوست للفورورد، بعدين تطلع الكوست للباكورد. هلا ألف U اتفقنا مع بعض هاي الكوست لها من هاي القاعدة هيها، والكوست للفورورد سبستيتيوشن هاي الفورورد وهي الباكورد، ما عليك هلا اللي تجمعهم وتوحد مقامات، فسبحان الله بطلع معك نفس الجاوسيان إليمينيشن. عشان هيك الكوست تاع الجاوسيان إليمينيشن نفس الكوست تبع الاليو فاكتورايزيشن، وبالتالي هذول التو ميثودز الكوست لانهم اقل ما يمكن، وبالتالي ممكن استخدامهم في حل اللينير سيستم لانهم بكون الكوست لهم قليل. فبدي اتاكد ان الكل فاهم تبع معنا. One more example على الجاوسيان إليمينيشن، مثلا هاي تطبيق example، على فرض انه في عندي انا مصفوفة 3 في 3 وفي عندي 2 vectors b1 و b2 3 في 1 3 في 1 وبدي اطلع الكوست لحل هذا linear system ax بيساوي b1 و ax بيساوي b2 باستخدام الاليو فاكتورايزيشن. هلا عشان تحل على هذا السيستم، عشان تحل هذا السؤال، لاحظوا انه انا عندي مش بس ax يساوي b وخلصنا، في عندي انا ax يساوي فيكتور واحد، بعدين ايش كمان ax يساوي فيكتور، يعني بطلع الكوست لحل هذول التو سيستمز. فانا شو بدي اسوي؟ اول ايش بيجي على المصفوف، لاحظوا انه a مشتركه هون وهون، هذا الفرق انه a مشتركه هون وهون، بينما b1 مختلف عن b2. فعشان هيك بيجي على A المشتركة، بيجي بحكي أنا بدي أروح أشوف قديش الكوست عشان أعمل الأليو فاكتورايزيشن. أوكي بعمل الأليو فاكتورايزيشن وهي الكوست لإلنا، تطبيق مباشر شفناه قبل شوي بيطلع 13. ركيت بدي أروح أحل هذا السيستم، عشان أحل السيستم الأولاني بدي أروح على أحل الفورورد. فإذا بدك تحل الفورورد اتفقنا بلزمك إن تربيع ناقص إن، عوض 3 بيطلع 6 على الفورورد. والباكورد بيطلع ايش؟ انتر بي بيطلع الجواب باستخدام الباكورد بيطلع 9. يعني باختصار السيستم الاولاني بتقدر تعوض فيه هاي القاعده مباشره وخلص، حط محل ان 3 بيطلع معك الكوست اللي هو 13 و6 وايش و9 اللي هو 28 زي ما شفنا قبل شوي اللي هو 28، لانه نحن بنحكي على سيستم 3 في 3. إذا السيستم الأولاني بيكلفني 28 عملية حسابية، طب هيك السيستم الثاني؟ السيستم الثاني أنا A أوريدي مجهزها، برجعش أحسبها كمان مرة. بضل علي بس أحسب إيش؟ الفورورد والباكورد. لأنه A خلص حسبناها هون. فلما يجي على السيستم الثاني بحسب بس إيش؟ الفورورد اللي هو زي ما شفناه قبل شوي 6، لأنه نحن عندنا N تساوي 3. والباكورد عندنا 9، فبس بدنا نضيف كمان 15 على 28. فلما بضيف 15 على 28 هي هذول 28، بس بضيف عليهم ايش؟ ال 15، فبطلع الجواب 43 عمليه حسابيه بتلزمني عشان احل هذول التو لينير سيستمز باستخدام الاليو فاكتورايزيشن. بدنا ننتبه هون انه ما بقدر هون اروح اطبق ان تساوي 3 في المعادله هاي للسيستم الاولاني وان تساوي 3 في المعادلة هاي للسيستم الثاني. السبب في ذلك انه A نفسها، بس لو انه هاي A وهاي B كان الجواب بطلع معنا 28 ضرب 2، 28 للسيستم الاول و28 للسيستم الثاني. بس بما انه A نفسها، معناته بس مرة واحدة بعمل الاليو فاكتورايزيشن، ما بعملها مرتين. فهذا هو الكوست الناتج عن حساب
العمليات الحسابية الناتجة عن حل هذول الـ two linear systems باستخدام الـ LU factorization. وبهي